ناري 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 وداد الامه مرعب افريقيا رجع لكم ثاني. فتصوروا معايا هذه المباراه اللي جمعت بين فريق وداد الامه وفريق الفتح الرباطي. كلشي كان تيقول باللي فريق وداد الامه غادي تعثر في هذه المباراه، خصوصا كما عارفين في اخر الجولات ديال فريق وداد الامه فهو كان كيتعثر وكلشي بدا كيتوقع باللي غادي ينهزم في المباراه، ولكن هيهات ثم هيهات مرعب افريقيا رجع لكم من جديد. وفي هذه المباراه المدرب ديال الفريق اللي هو رونالدي مغوينا اثبت لكلشي باللي غادي يرجع للواجهه ديال البطوله الوطنيه من جديد. فتصوروا معايا في هذه المباراه اللي جمعت بين الفريقين وبالتحديد في الشوط الاول. فريق وداد الامه بدا الشوط الاول بواحد القوه اللي كبيره بزاف، وهادشي خلى فريق وداد الامه في الشوط الاول يدير بزاف ديال المحاولات وكان قريب باش يسجل الهدف الاول، ولكن فريق الفتح الرباطي في هذه المباراه فهو دخل بواحد المنهجيه ديال الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع، والدفاع وهذا الخوف اللي دخل به فريق الفتح الرباطي في الشوط الاول، حيتاش عارفين باللي فريق وداد الامه غادي يدخل مرعب بكل المقاييس، وهادشي خلى فريق وداد الامه في الشوط الاول مسيطر على الشوط الاول بالطول وبالعرض، ولكن لاستماته ديال فريق الفتح الرباطي خلى في الاخير الشوط الاول ينتهي بالتعادل السلبي 0-0. اما من ناحيه الشوط الثاني ففريق وداد الامه ما غاديش يبدل المنهجيه نهائيا، بل بالعكس تماما غادي يزيد يضغط على فريق الفتح الرباطي. اما من ناحيه فريق الفتح الرباطي عاوتاني غادي يعتمد على الدفاع الكلي، وفي بعض اللحظات هذا الفريق كان كيدافع تقريبا ب 10 ديال اللاعبين، وتصوروا معايا واخا فريق الفتح الرباطي كان كيدافع ب 10 ديال اللاعبين ففريق وداد الامه في الدقيقه 69 غتجيه اخطر فرصه، فريق وداد الامه في الدقيقه 69 غتجيه اخطر محاوله، ولكن للاسف ناسي ومايلولا غادي يضيعوا هذه المحاوله. مورا ما فريق وداد الامه ضيعوا هذه المحاوله، في الدقيقه 75 اسماعيل المتراجي غادي يسجل الهدف الاول للفريق، ولكن للاسف هذا البيت هذا غادي يتحيد بسبب التسلل، وبعد ما فريق وداد الامه تلغالو هذا البيت هنا عاوتاني فريق الفتح الرباطي غادي يعتمد على الدفاع الكلي. وتصوروا معايا مورا الدقيقه 75 المدرب ديال فريق الفتح الرباطي غادي يخرج المهاجمين وغادي يدخل المدافعين، وهادشي غادي يخلي عاوتاني فريق وداد الامه يضغط بكل جهده باش يسجل الهدف السابق. وفي الدقيقه المفضله لفريق وداد الامه اللي هي الدقيقه 88 اسيدي اخيان فريق وداد الامه غادي يسجل هدف الانتصار واللي كان عند طريق المهاجم ديال الفريق اللي هو كاسيوس مايلولا. وبكل صراحه الانتصار ديال فريق وداد الامه كونتر فريق الفتح الرباطي غادي يعطي بزاف ديال الايجابيات للفريق، خصوصا بعد التعثرات الكبيره ديال الفريق، وزيد عاوتاني الانتصار في هذه المباراه رجع من جديد فريق وداد الامه للمنافسه على اللقب ديال البطوله الوطنيه. المقمصين الفيديو بطل الكومنتات عطوني افضل لاعب في هذه المباراه.